Ein Tag in der Stadt. يوم في المدينة. دي شتات. Am Morgen sieht man viele Menschen. في الصباح. Der Morgen. يمكن للمرء رؤية الكثير من الناس. Viele Menschen. Die zur Arbeit eilen oder ihre Kinder zur Schule bringen. الذين يسرعون للعمل أو يجلبون أطفالهم للمدرسة. الفعل eilen يعني أسرع. Die Arbeit و die Schule. حرف جر تسو دائما يكون plus داتيف. Die Kinder الأطفال. الفعل bringen يعني جلب أو أحضر. Die Straßen sind voller Autos, Busse und Fahrräder. الشوارع مليئة ب السيارات، الحافلات والدراجات الهوائية. الصفة فول يعني مملوء. دي شتراسن وهي الشوارع. دي أوتوس، دي بوس ودي فاغيدا. An den Ampeln und Zebrastreifen bleiben die Leute stehen. عند إشارات المرور، دي أمبلن هي إشارات المرور وممر الراجلين. Der Zebrastreifen هو ممر الراجلين. يبقون الناس واقفون. Stehen bleiben يعني بقى واقف أو ضل واقف. يعني يظل الناس واقفون في إشارات المرور وممر الراجلين. Und warten geduldig يعني وينتظرون بصبر. Geduldig يعني بصبر. Bis es grün wird حتى يصبح الضوء أخضر. Um sicher die Straße zu überqueren يعني لعبور الشارع بأمان. Überqueren فعل معناه عبر. Sicher هنا معناها بشكل آمن بأمان. Auf dem Weg في الطريق sehen Menschen viele Geschäfte يرى الناس العديد من المحلات. Die Geschäfte هي المحلات. Es gibt Supermärkte, Bäckereien und Apotheken. يوجد محلات السوبرماركت، المخابز والصيدليات. Es gibt plus Akkusativ تعني يوجد أو هناك. Die Leute kaufen Brot in der Bäckerei يعني الناس يشترون الخبز في المخبزة. Die Bäckerei. Obst und Gemüse im Supermarkt يعني يشترون الفواكه والخضار في السوبرماركت. Und holen ihre Medikamente in der Apotheke ab. ويجلبون أدويتهم من الصيدلية. Die Apotheke. Abholen فعل معناه جلب أو أحضر. Die Medikamente. In der Stadt gibt es auch viele wichtige Gebäude. هناك أيضا الكثير من البنايات المهمة في المدينة. Wichtig يعني مهم. Die Gebäude وهي البنايات. Es gibt den Bahnhof. توجد محطة القطار. Der Bahnhof هي محطة القطار. Wo die Menschen Züge nehmen. حيث يأخذون أو يستقلون الناس القطارات. Die Züge وهي القطارات. نيمن يعني أخذ أو استقل في هذا السياق. In andere Städte zu fahren للذهاب إلى مدن أخرى. Und den Flughafen والمطار. Der Flughafen هو المطار. Wo sie fliegen können حيث يستطيعون السفر. السفر عبر الطائرة. Fliegen يعني السفر عبر الطائرة. Andere Länder zu besuchen لزيارة دول أخرى. دي ليندا وهي الدول. Das Rathaus ist der Ort, an dem wichtige Entscheidungen getroffen werden. مجلس البلدية هو المكان الذي يتم فيه اتخاذ قرارات مهمة. Das Rathaus هو مجلس البلدية. Der Ort هو المكان. Entscheidungen treffen اتخاذ القرارات. هذه العبارة لا يتم ترجمتها حرفيا، معناها هو اتخاذ القرارات. Die Entscheidungen هي القرارات.
Und die Bibliothek ist ein ruhiger Ort. والمكتبة مكان هادئ. Ruhig صفة معناها هادئ. Zum Lesen und Lernen. للقراءة والتعلم. Das Lesen هي القراءة. Das Lernen هو التعلم. Am Nachmittag يعني بعد الظهيرة. Der Nachmittag gehen die Menschen zum Markt يعني يذهبون الناس للسوق. Der Markt وهو السوق. Dort kaufen sie Kleidung, Schuhe und andere Dinge. هناك dort يشترون kaufen الملابس die Kleidung الأحذية die Schuhe وأشياء أخرى die Dinge يعني الأشياء. In der Stadt gibt es auch andere Orte. في المدينة توجد أيضا أماكن أخرى. Es gibt Blumenläden. Die Blumenläden وهي محلات بيع الزهور. يعني توجد محلات بيع الزهور. Wo man bunte Blumen kaufen kann. حيث يمكنك شراء الزهور الملونة. Bunt يعني ملونة. Die Blumen وهي الزهور. Die Metzgerei, wo man Fleisch kaufen kann. محل الجزارة حيث يمكنك شراء اللحم. دي ميتسغاي وهو محل الجزارة. دي هوتيلز زند أورت أن دينن منشن يبانختن كونن. الفنادق هي أماكن التي يمكن للناس المبيت فيها. يبانختن فعل معناه بات يبيت. Und im Bekleidungsgeschäft kann man neue Kleidung kaufen. وفي محل بيع الملابس das Bekleidungsgeschäft محل بيع الملابس يمكن للمرء شراء ملابس جديدة. In der Stadt findet man auch Wolkenkratzer. في المدينة يمكن للمرء أن يجد أيضا ناطحات السحاب die Wolkenkratzer ناطحات السحاب. Schöne Parks منتزهات جميلة دي باكس und historische Denkmäler وتماثيل تاريخية دي Denkmäler وهي التماثيل. historisch يعني تاريخي. دي Leute gehen spazieren يعني الناس يذهبون للتنزه. spazieren gehen يعني الذهاب للتنزه. machen picnics يقومون بنزهات. und genießen die Natur ويستمتعون بالطبيعة. genießen يعني استمتع. die Natur الطبيعة. auf dem Heimweg يعني في الطريق للبيت. der Heimweg يعني الطريق للبيت. nehmen manche den Bus von der Bushaltestelle يستقلون البعض الحافلة أو الباص من محطة الحافلات. دي بوس هالتشتل هي محطة الحافلات. مانش يعني البعض. andere holen ihr Auto vom Parkplatz. آخرون يحضرون سيارتهم من موقف السيارات. holen يعني أحضر أو جلب. der Parkplatz وهو موقف السيارات. Manchmal passiert ein Unfall يعني في بعض الأحيان يحدث حادث. passieren يعني حدث يحدث. der Unfall وهو الحادث. und dann kommt ein Krankenwagen ثم تأتي سيارة إسعاف. der Krankenwagen وهي سيارة الإسعاف. am Abend wird die Stadt lebendig في المساء تصبح المدينة حيوية. lebendig يعني حيوية. die Straßen sind beleuchtet الشوارع مضيئة. beleuchtet صفة معناها مضيئة. und es gibt viele Restaurants und Kinos die geöffnet sind وتوجد العديد من المطاعم. die Restaurants هي المطاعم والسينمات دي كينوس التي تكون مفتوحة. geöffnet
صفة معناها مفتوح. Die Menschen treffen sich mit Freunden. Sich treffen mit يعني التقى مع، يعني الناس يلتقون مع الأصدقاء. Essen in Restaurants يعني يأكلون في المطاعم. Und gehen ins Kino um einen Film anzusehen. ويذهبون للسينما لمشاهدة فيلم. Ansehen يعني شاهد يشاهد. Der Film.